فان شاء الله هنبدا نحل 25 سؤال. تعالى النهارده كده اول سؤال بيقول لك which figure complete the series. لازم اهم حاجه قبل ما تحل تبقى فاهم السؤال بيقول لك ايه، مهم جدا 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 تبقى عارف السؤال بيقول لك ايه ومطلوب منك ايه. طيب هو بيقول لك which figure complete the series، يعني ايه اني شكل من الاشكال دي اللي هم A و B و C و D هيكمل السلسله اللي قدام الغريبه دي. طيب مبدئيا كده احنا ايه اللي شايفينه قدامنا؟ ما انت لازم وانت بتحل تسأل نفسك المعايير الاساسية بتاعتنا، لون، حركة، شكل. طيب احنا دلوقتي قدامنا مربع ابيض وفي خط اهو قدامنا، تمام زي ما انا بشاور كده، وفي مستطيل ابيض وفي مستطيل شبهه بس اسود. كذلك نروح على الشكل التاني، مربع ابيض، خط اسود، مستطيل ابيض، مستطيل اسود. طيب تعالى نعد الاشكال، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، يبقى معيار عدد مش مفيش. طيب تعالى نشوف معيار لون، كله ابيض وكله اسود، مفيش اي معيار للون. طيب ايه تاني؟ هنبدأ نبص بقى على الحركات، معيار الاتجاه، معيار الاتجاه. طيب تعالى ناخد كل شكل من دول ونعمله تحليل في الاربع اشكال. يعني احنا عندنا ادي شكل 2 3 4. طيب هناخد ايه شكل شكل ونحلله. تعالى معايا كده في برنامج بنت، ناخد احنا طبعا عندنا ايه في الاشكال، عندنا في ايه، هناخد المربع الابيض، عندنا مربع الابيض. بس قبل ما نبدأ نحلل الشكل، احنا كان عندنا المربع الابيض هنا ايه، المربع الابيض هنا كان الاتجاه بتاعه شمال فوق، شمال فوق. يبقى احنا هنرسم اربع مربعات بيضة، تمام، اربع مربعات بيضة وناخد الاتجاهات بتاعتهم، تمام، زي ما هو عامل كده، تمام. هنحللهم، نحلل شكل شكل، تمام. عندنا هنا شمال فوق، حلو حلو. طيب المربع التاني موجود فين؟ شمال تحت. يا ريت الناس بس ما تتريقش وتاخدني على قد عقلي وتهودني، بعد كده نبدأ نتناقش. شمال تحت. طيب بعد كده يمين تحت، يمين تحت، يمين تحت. انا مش فاهم حاجة، يعني في ناس تقولك ايه يمين تحت وشمال تحت، انت هتهرج، ما تقول يا عم الحل وخلاص. لا، واحدة واحدة عشان نعرف احنا هنعمل ايه، لان الاي كيو ده بالذات بيبقى ليه يعني ليه وجهة نظرك، انت بتطلع وجهة نظرك في الشكل، انت بتقعد تقلبها من كل النواحي. طب ايه، طب ايه، ممكن تلاقي فعلا حل ما يخطرش على البال وهو تلاقي اللي هو دي الاجابة الصح. ممكن تبقى الناس شايفة ايه اللي انت بتقوله ده، ايه العبط اللي انت بتقوله ده، يطلع العبط ده هو الصح. فممكن يكون العبط اللي انا عمال بعمله ده هو الصح. فعشان ما نلغيش، عشان الناس بتزهق مننا بسرعة، فاخر حاجة عندنا احنا قلنا خلاص التلاتة دول، المربع الاخير موجود فين؟ في اليمين فوق، يمين يمين فوق. طيب في قاعدة أنا اخترعتها وأنا بحل الأسئلة دي الحقيقة، قالك إن أنت الإجابة بتاعتنا بالنسبة لكل ناتج شكل هتبقى عكس اتجاه آخر حاجة أنت نطقتها. آخر حاجة إحنا نطقناها إيه هي؟ يمين فوق. يبقى الشكل اللي هيجي هيبقى شمال فوق، هيبقى شمال فوق. فين الشمال فوق؟ عفوا، شمال فوق هنا أهو، يبقى المربع الأبيض هنا أهو. ناخد بس الأستيكة، احنا دلوقتي احنا بنستنتج الشكل اللي هو بالنسبة لنا هيطلع في الاخر الاجابة بتاعتنا اللي احنا هندور عليها ما بين الاشكال، تمام تمام. يبقى احنا دلوقتي هنا هتبقى في اجابة لسه مش عارفين ايه هي. احنا كده حللنا الشكل الاي، اول مربع، مربع خلاص اخر حاجة قلنا كانت يمين فوق، فهيجي نحطه هنا في الشمال فوق، هنا في الشمال فوق. انا قلنا القاعدة ايه هي؟ القاعدة هنكتب القاعدة، القاعدة اهي، القاعدة، عشان الناس تبقى مركزة. احنا عملنا ايه؟ القاعدة، انا باخد ايه؟ باخد عكس اتجاه اخر شكل، باخد عكس اتجاه اخر شكل. اعذروني لو كان الخط غريب شوية، لاني طبعا انا مش بكتب بايدي. طيب ناخد الشكل اللي بعديه، ناخد الشكل، نحلل الشكل اللي بعديه. احنا كده حللنا اول شكل اللي هو المربع الابيض، هناخد الايه الشكل اللي بعديه. طيب الشكل اللي بعديه اللي هو الايه، المستطيل الابيض. المستطيل الابيض كده سريعا، احنا كده عرفنا الفكره بقى، نكمل الباقي على بقيه الاشكال. هنا الشكل ايه، كان عندنا مستطيل ابيض هنا شمال تحت، يمين تحت، شمال تحت،
يمين تحت، يبقى اللي جاي ايه؟ يبقى شمال تحت، يبقى شمال تحت يعني هنا شمال تحت. تمام تمام طيب ناخد الشكل اللي بعديه اللي هو المستطيل الأسود، اللي هو الايه؟ المستطيل الأسود. تمام طيب المستطيل الأسود عندي كان هنا ايه؟ يمين تحت، وبعد كده يمين فوق، شمال فوق، شمال تحت، هيبقى ايه؟ يمين تحت. انت بتاخد اتجاه عكس اخر شكل فقط، يعني لو كان تحت يبقى تحت، لو كان فوق يبقى فوق زي ما هو. انت بس ما بتغيرش التحت ولا الفوق، انت بتغير الاتجاه نفسه، سواء كان يمين فهيبقى شمال، لو كان شمال هيبقى يمين. فهو هنا عندنا فين؟ ملناش دعوة تحت ولا فوق، قلنا هو هنا في الشمال، هيبقى فين؟ طبعا في الاتجاه برضو، نخلينا مهم قوي في الوضع بتاعه تحت ولا فوق. فهو هنا تحت، هيبقى ايه؟ شمال تحت، هيبقى يمين ايه؟ هيبقى يمين تحت، هيبقى يمين تحت. يبقى احنا هنيجي نظلل هنا كده مستطيل ونلونه باسود. تمام طيب كده هيبقى فاضل ايه؟ هيبقى فاضل ايه من الاشكال عندي؟ هيبقى فاضل المستطيل ده. طب والله انا بالنسبه لي مش هيفرق حاجه في المستطيل قوي، بس خلينا ايه نكم ناخد نشوف النتيجه اللي احنا عملناها دي. يعني النتيجه اللي احنا عملناها دي موجوده في الاختيارات ولا لا؟ اللي هو مربع هنا ومستطيل هنا ومستطيل هنا. هنلاقي فعلا ان الاجابه اللي احنا عملناها دي هي موجوده في اللي هي الاجابه رقم بي، يعني الاختيار رقم بي هو الاجابه بتاعتنا، بغض النظر عن المستطيل اللي هو الخط ده. لان في ناس هتقول لك طب والخط ده ايه ظروفه؟ خلاص عادي، انت اصل انت الرؤيه وضحت، انت عملت ثلاث اشكال، يعني متهيألي ايه ما فيش ولا النتيجه ايه ولا سي ولا دي بتقول بتحقق الشرط اللي احنا بنقوله. لكن فعلا احنا لما جينا شفنا عملنا القاعده بقى احنا بناخد ايه؟ عكس اخر اتجاه. المربع الابيض هنا كان يمين فوق، خليناه زي ما هو فوق، بس قلنا ايه؟ يبقى شمال. المستطيل الابيض كان اخر حاجه كان يمين فوق، عفوا كان يمين تحت فخليناه شمال تحت. هنا كان ايه؟ كان شمال تحت خليناه يمين، فبالتالي الاجابه هي بي. ودي كانت اول حاجه اللي هي ايه عندنا الاجابه بي، بعيدا عن قلنا الايه الخط ده. خلاص دي اللي هي الايه، دي اول سؤال عندنا. طيب هناخد تاني حاجه عندنا. تاني حاجه عندنا بتقول لك برضو نفس الكلام، which figure complete the series، which figure complete the series، برضو عايز يقول لي ايه الشكل اللي هيكمل السلسله. تعال نمشي بنفس الواي بالنسبه للمعين اللي قدامنا ده. المعين هنا كان شمال فوق، بقى شمال تحت، بعد كده يمين تحت، بعد كده يمين فوق. طب اللي هيجي هيبقى ايه؟ هيبقى شمال فوق، هيبقى شمال فوق. تعال نحلها هنا كده، نجيب مسود ده. تمام طب نجيب ورقه فاضيه تانيه، نيو دونت سيف. ماشي احنا هنتكلم في الحل بالنسبه لنا. هيبقى احنا قلنا ايه اخر حاجه عندنا؟ قلنا هنا كان في اليمين فوق، هيبقى في الشمال فوق، شمال فوق. طبعا هنعتبر ان ده متظلل كده اهو. طيب في حاجه تانية عندنا، لاحظنا ان في عندنا خط هنا اهو، كان هنا بعد كده بقى هنا، بعد كده بقى هنا، بعد كده بقى هنا. لاحظنا ان هو ماشي ازاي؟ يعني هو عمال كان هنا وبعد كده اتحرك كده اهو وبقى هنا، بعد كده اتحرك كده اهو وبعد كده راح هنا. يعني اللي هو ايه؟ ماشي مع اتجاه عقرب الايه، ماشي مع اتجاه عقرب الايه الساعه. يعني كان هنا اهو، بعد كده اتحرك بقى هنا اهو، بعد كده اتحرك، يعني اتحرك من هنا، يعني هنعتبر ان هو كان هنا اهو راح هنا اهو، بعد كده كان هنا راح هنا اهو، يبقى ماشي مع ايه؟ مع عقرب الساعه. طيب تعالى احنا نرسم الرسمه، الوضع للمستطيل اللي احنا او الخط عفوا اللي هو ماشي مع عقرب الساعه ده. هنعمل هنا كده مستطيل، نتخيل الاوضاع اللي كان الخط فيها. الخط بدا من فين؟ الخط بدا من هنا اهو، بعد كده في تاني شكل راح هنا اهو. تمام بعد كده الشكل اللي بعديه راح هنا اهو، بعد كده اخر شكل راح هنا اهو. طيب احنا بقى هنعمل حركة ظريفة قوي كده، هنعتبر ان احنا عندنا ساعة، عندنا هنا الساعة هنا 12 اهي. تمام بعد كده هنا واحدة، بعد كده هنا تلاتة مثلا، تلاتة ونص لخمسة مثلا، ستة، ستة ونص لخمسة مثلا، تسعة مثلا، هنقول مثلا وليكن 10 ولا 11، ايا كان. هنعتبر ان احنا هنا في وقت،
يعني هنا مثلا هنقول ايه، 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. حلو قوي. احنا اللي انتوا اللي هخليكم انتوا برضو تستنتجوا الايه الاجابه مع يعني واحنا بنحل. اول شكل كان المستطيل اللي هنا، اول كان الخط، مش عارف طالبه معايا مستطيل ليه، كان الخط هنا عند رقم 1، بعد كده نط راح هنا، يعني فوت 2 و3 وراح على 4، بعد كده راح هنا يعني فوت 5 و6، تمام، وجه هنا عند 7. حلو قوي. يبقى احنا لاحظنا ان هو ايه بعد كده جه هنا، ان هو بيفوت حاجتين، بعد كده فوت 8 1 وجه 2. طب الوضع اللي هيجي بعديه هيبقى ايه؟ هيفوت 3 ولا 4 ويجي عند 5. يبقى الاجابه الخط هيبقى هنا كده اهو. متهيألي الموضوع بقى واضح. طيب تعال نشوف بقى ايه اللي في الاشكال اللي عندنا اللي بيبقى فيه المعين فوق على الشمال من فوق متظلل والخط بتاعه موجود في النص. هنلاقي ان اللي بيحقق الموضوع ده هي الاجابه سي. اللي بيحقق الموضوع ده الاجابه سي. وده كان تاني سؤال. ندخل على اللي بعديه. Which figure complete the series? Which figure complete the series? تمام. برضو عندنا 4 اشكال. ادي شكل، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع. تمام قوي. لاحظنا ايه؟ لسه احنا عملنا حاجة هتقولي لاحظنا ايه. طيب طبعا تعالى نشوف برضو نتست المعيار. اولا في موضوع الكومبليت ذا سيريز ده بيبقى محتاج ان انت تشوف ايه الحركة يعني انت بتتابع. هو اكيد في حركة بتحصل بناء عليها انت بتتابع الوضع الجديد هيبقى ايه تباعا للستيبس اللي فاتت. دي فكرة كومبليت ذا سيريز، يعني انت زي ايه يعني زي خطوات كده، زي ما بيبقى في مصنع في سايكل ماشيه معينه، بعد كل سايكل بتحصل حاجه وهكذا. نفس الكلام في في السؤال ده، في هنا سايكل ماشيه، كان المستطيل هنا ايه كان مقسوم لنصين، حته بيضه وحته سوداء، تمام. بعد كده اتنقل الناحيه التانية، نزل لتحت، يبقى كان فوق ونزل لتحت، اتغير اللون وزاد مربع، بعد كده طلع لفوق اتغير اللون وزاد مربعين. خلينا فاهمين ان المربعات تمام عماله بتزيد. بعد كده نزل لتحت اتغير اللون وبقوا 3 مربعات. يبقى الطبيعي اللي هيجي هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ هيتغير اللون، تمام، يعني هو تحت هيبقى فوق ويبقى 4 مربعات. خلاص احنا حلينا الحل اهو، او حلينا السؤال، بقت الاجابه هي ايه بالنسبه لي؟ كان تحت اهو، الشكل اللي بعديه بقى اهو، بص، فوق تحت فوق تحت فوق، مربع 2 3 4، ولا بي ولا سي ولا دي بتحقق الشكل. فايه طبعا بالنسبه لي الاجابه واضحه زي الشمس. طيب which figure complete the series. السؤال ده رخم شويه، يعني انا معاكم في ان هو رخم، وفي ناس ممكن ما تفهموش، وناس هتسالني فيه بعد الحلقه لما هتتسجل وهتترفع، ناس هتقول لي انا برضو ما فهمتوش. يا ريت نحاول نركز فيه لان هو اصلا شويه متخلف، يعني هو في حاجه غلط. انا حاولت ان انا يعني اوصل المعلومه في السؤال ده وادور على اجابه منطقيه الناس تقتنع بيها. طيب هنا كان عندنا زي شكل السنايبر، والشكل ده كان جانا برضو في بي دي اف 1. طيب فعندنا هنا شكل السنايبر اهو، تمام، وبعد كده لقينا ايه، جينا في الشكل الثاني راح طلعت حته كده صغنططه من الخط الافقي، في الشكل اللي بعديه راح مطول الخط الرأسي، بعد كده في الشكل اللي بعديه راح جمع بين الخطوتين التانية والتالتة، اللي هو خد الحتة الصغيرة من الأفقي وراح مطول الرأسي. طيب لما أنا جيت يعني بحثت وشفت الموضوع وعرفت الإجابة، طبعا تأكيدا، ما هو أنا بعد ما بخلص بتشيك على الإجابات بتاعتي بشوف أنا إجابتي صح ولا لأ. أنا مجرد اللي بعمله إن أنا بفهم الناس الأسئلة دي بتبقى فكرتها إيه في الحل، بس هي دي مهمتي، او دي فكره القناه يعني، او المحتوى اللي انا بقدمه، ان انا بعرف، لان في ناس شايفه ان الموضوع ده جديد عليها، مش دي الاسئله الاي كيو اللي احنا كنا متعودين عليها من اول. فما علينا يعني عشان ما نرغيش ونطول في الفيديو على الفاضي. لما جيت بحثت وشفت لقيت ان هو الاجابه اللي هتيجي بعد كده هي هتبقى الاجابه ايه. طب ليه مش بي ولا سي ولا دي؟ مبدئيا عفوا هي هتبقى الاجابه دي. طب ليه مش A ولا B ولا C؟ مبدئيا B مش هتنفع خالص، لان هو لسه انت عندك حتتين لسه المفروض يعني هيبقى ايه، في حتتين هنزودهم. احنا قلنا اخر حاجه زادت عندنا كانت ايه، اخر حاجه زادت عندنا اللي هو الرأسي، فاللي هيزيد بعد كده اللي هو
الايه الافقي، طبيعي انه هيزيد الافق. طب هيزيد حته صغيره ولا حته كبيره؟ لا، هو قال لك انت زي ما زودت الراس حته كبيره هتزود الافق حته كبيره بس. فهتبقى الاجابه بالنسبه لنا الاجابه دي، انا عارف ان هي ممكن تبقى اجابه مش منطقيه، بس هو ده اللي متاح دلوقتي بالنسبه لنا. هو انا لما جيت حليت السؤال لقيت ان شايف ان الاجابه المنطقيه هتبقى ايه، يعني زي ما انا زودت هنا في الخطوه التانية حته في الافقي وزودت الراسي، تمام، بعد كده رحت جامع ما بين الخطوتين، هرجع بعد كده اروح مزود حته صغيره في الافقي، فتبقى الاجابه ايه؟ قال لك لا. اتفاجئت انه لقيته عامل الاجابه دي، ان هو ايه كنسل الخطوه الرابعه دي كانه ما شافهاش، وراح مزود زي ما مزود الايه الراسي في الخطوه الثالثه، راح مزود الايه الافقي زيها، وبقت الاجابه هي الايه دي هي اللي بتكمل. ولو حد عنده وجهه نظر تانية في الاجابه دي يسيبها في التعليق واحنا نتناقش فيها، ممكن يكون هو صح وانا اللي غلط. طيب السؤال اللي بعده، which figure complete the series، which figure complete the series. طبعا الناس لما بتشوف الشكل المربعات الاسود في الابيض دي، في ناس يعني زي يعني بتتصدم، ايه ده انا مش فاهم حاجة، ايه اللي هو الشكل ده انا بخاف منه وما بعرفش اتعامل فيه. طيب هو الموضوع بسيط ما فيهوش اي حاجة خالص، يعني الاجابة الحقيقة سهلة جدا، بس ايه احنا نفكر مع بعض كده والدنيا هتبقى تمام ان شاء الله. طيب تعالى كده نتخيل، انت اهم حاجة تبقى بتتخيل وانت بتحل الشكل اللي قدامك. طيب احنا دلوقتي في عندنا اهو في الشكل هنا في فتحة هنا اهو بيضة، يعني احنا عندنا ايه كل شكل فيها كام مربع، ادي مربع اسود ابيض اسود ابيض اسود ابيض، وهنا اسود ده مش مربع دي فتحة، يعني دي فتحة نعتبر ان ده زي تعبان، وهنا بق اهو، هنا بق التعبان، هنا الحتة اللي انا بشاور عليها بالماوس دي، وهنا اللون الاسود. انا عندي كام مربع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 مربعات. نفس الكلام 1 2 3 4 5 6 7 8، والبق جه هنا بعد كده ها، والبق جه هنا بعد كده ها، والبق جه هنا، ايه ها دي مش فاهم. طيب هفهمك انا دلوقتي اللي بيحصل، ان احنا هنعتبر ان هنا الفتحه اللي هي انا بشاور عليها بالماوس دي بتتحرك عكس عقرب الساعه، يعني كده اهو الاتجاه بتاعها، نفتح البنتر بتيجي كده اهو عكس عقرب الساعه، بمعنى ان احنا عندنا كان اول شكل الفتحه كانت هنا كده، كانت اول شكل عندنا كانت الفتحة في الحتة دي، بعد كده جينا في تاني شكل. طبعا في ملحوظة تانية بتحصل، يعني دي أول حاجة إن احنا بنلاحظ إن الفتحة هنا كانت هنا، وبعد كده راحت فين؟ راحت في هنا، بقت في الحتة دي، يبقى إيه؟ جاية ماشية عكس عقرب الساعة، جت هنا. بعد كده في الشكل رقم 4، الشكل رقم 3 راحت فين؟ طلعت لفوق، بقت هنا، يبقى كانت تحت وراحت هنا طلعت لفوق. بعد كده اخر حاجة خالص في رابع حاجة جت هنا. حلو قوي. طيب اللي بيحصل مش بس ان البق ده او الفتحة دي بتتحرك عكس عقرب الساعة، ده اللي بيحصل كمان ان المربع الاسود كل في كل حركة بيقل عدد المربعات السوداء وبتزيد المربعات البيضاء، بمعنى لما كانت في الفتحة هنا لما لفت اللفة وجت هنا، ايه اللي حصل؟ يعني احنا هنا اهو طلعنا اهو هنا، تمام، جينا هنا اهو في وبقينا الوضع بتاعنا زي ما احنا راسمين هنا، زي ما احنا جينا هنا اهو كده، اللي حصل ان انت لفيت الشكل ده، يعني انت خدت الشكل كده ككل ورحت لفيته ونقصت منه لون ايه، نقصت منه لون اسود. فهنا الشكل اللي انا بشاور عليه بالماوس ده لما اتحرك هنا بقت الحتة دي جت فوق هنا، والمربع ده جه هنا فبقى لونه ابيض، تمام. حلو قوي. نفس الكلام هناخد من هنا كده ونلف نلف نلف، فراح عمل ايه؟ راح منقص لون. منقص ايه؟ منقص لون. منقص اني لون؟ هو مش هو ساب ده كده، هو اللي نقصه نقص المربع ده. بعد كده هنيجي في رابع خطوة نفس الكلام، هنتحرك هنا هنروح جايين هنا كده، هنخلي البق ده هنا، تمام، هيبقى فاضي، راح هينقص اني لون لما هيجي هنا كده، تمام، هو راح منقص اللي في النص، المربع اللي في النص. طيب هنيجي نلف لفة كمان، الطبيعي اللفة اللي هتيجي، يعني اللفة اللي هتيجي بعد ما جت هنا، اللفة اللي هتيجي هتبقى الفتحة من تحت. طيب انا مربع اللي هيتشال بقى، انا مربع اللي هيتشال لما هنيجي هنا كده، تمام، المربع اللي هيتشال اللي هو اللي في الناحية دي، تمام، المربع اللي هيتشال في الناحية اللي هو في الناحية دي
هنلف اللفة ونيجي هنا كده هنلاقي ان طبقا للكلام اللي انا بقول عليه ده، تمام، ان لما المربع ده يتشال هيتفضل المربع اللي في الناحية دي، فهتبقى الإجابة بي. طب ليه مش ايه؟ اولا مش ايه لان المربع اصلا ده من هنا ده ابيض، فهنا الايه ده على العدلة اللي انا بتكلم فيها دي، لما دي هتنزل لتحت فالمربع ده اصلا عندي ابيض فما فيش اسود، يبقى الاجابه مش ايه طبعا، ولا سي تنفع ولا دي تنفع، تمام، ولا سي ولا دي تنفع. ليه؟ عشان بسبب حته الاتجاهات، الاتجاهات غلط اصلا، فبالنسبه لي ايه ما تنفعش عشان المربع ده اصلا ابيض، فالاجابه الصح هي بي. طيب ممكن تبقى الناس شايفه الموضوع صعب، انا هعيدها تاني عشان الناس برضو تبقى العمليه واضحه بالنسبه لهم. تاني الجزئيه دي، احنا كان عندنا هنا، كان عندنا هنا الفتحة كانت تحت، وبعد كده اتحركت مع عكس عقرب الساعة، جت هنا، بعد كده طلعت هنا، بعد كده هنا، الطبيعي الخطوة اللي بعديها هتبقى تحت. حلو قوي. اللي بيحصل ان كل في كل حركة في مربع اسود بيتشال، في مربع اسود كان اسود بقى ابيض، اول مربع خالص اتعمل اللي هو ايه، اول مربع خالص اتشال اللي هو اللي كان في الناحية دي، وتمام. حلو قوي. وبعد كده المربع اللي بعد كده، تمام، اللي اتشال لما طلع لف لفة كمان، المربع اللي هو ايه اللي هنا في الناحية دي سليم. وبعد كده المربع اللي في النص، اخر مربع خالص هيتشال طبعا اللي هو ايه اللي هيتفضل، قصدي اللي هو المربع اللي في الناحية دي بعد ما هيتشال ايه المربعات كلها بس، فهتبقى بالنسبة لها هتبقى الاجابة هي ايه، بي، مع الايه اهم حاجة الاتجاه. طيب هندخل على السؤال اللي بعديه، برضو نفس الفكرة، نفس رأس السؤال، برضو بيقول لك ايه which figure complete the statement. طيب الفكرة لما بتجيلي النوع ده من الأسئلة، هو بيقول لك is to as is to. يعني ايه is to as is to؟ يعني انا باخد اللي فوق اللي هو الحركة اللي حصلت فوق، باخدها تباعا او كمعطى بان انا احل الجزء اللي تحت. طيب اللي حصل عندي ايه، اللي حصل عندي ايه، نركز قوي، ان المربعين مع المربع دول كانوا باصين لتحت، اللي حصل ان هما اتلفوا، لفوا لفة كده اهو، لفوا لفة كده اهو، فجم لفوق. يعني ايه؟ تعالى في ورقة بيضة، دونت سيف. بص يا سيدي، احنا كان عندنا الشكل عامل ازاي، كان عندنا هنا في مربعين بيضة اهم، مربعين بيضة اهم، تمام، وفي مربع هنا اهو، مربع هنا اهو. نشرح للناس عشان تبقى العملية ايه واضحة. اللي حصل ان هو راح عمل ايه بقى، راح لافف الشكل ده، لفه اللفة ايه، لفه كده اهو بالاتجاه ده، لفه بالاتجاه ده، فاصبح المربعين دول بقوا تحت كده اهو لما لفهم، والمربع ده طلع لفوق. هنعمل نفس الحركة دي في الشكل التاني، الشكل اللي عندنا هنا اهو، الشكل اللي عندنا هنا اهو عامل كده، مربع هنا اهو، تمام، ومربع هنا اهو. هنعمل نفس الحركة دي، تخيلوا بقى معايا لما هنلف دول، لما نلف دول هيبقوا موجودين فوق. هيبقوا ايه؟ هيبقوا موجودين فوق. لما انا هلفهم كده ويبقوا يعني ده، يعني انتم ملاحظين معايا ان احنا، تخيلوا معايا ان احنا بنلف الشكل كله كده، كان هو بالجنب كده فلفيناه بنفس الحركة اللي احنا عملناها فوق دي، فده هيطلع لفوق ودي هتنزل لتحت منها هنا كده. طب فين في الاشكال اللي عندي اللي الشكل ده موجود كده؟ هلاقي ان الايه، ان الاجابه سي هي اللي مديها للشكل ده. طبعا ايه مش صح تماما، ان ايه دي اصلا، بص احنا، انت بتعمل نفس الحركه اللي حصلت فوق اللي هو كان السهم عامل كده زي ما انا قلت، فدي هتلف نفس اللفه فهديني الايه، الاجابه سي. فستة الاجابه بتاعتها سي. طب ندخل على 7 which figure complete the statement. متهيألي برضو 7 العملية برضو نفس الكلام، هناخد اللي فوق كمعطى للي تحت. كان عندي مربع دايرة سودة وطالع منها عودين كبريت، منهم عود أبيض، مربعين بيض، وعود فيهم مربعين سود. حلو أوي. اللي حصل، الحركة اللي حصلت، هنروح على الحركة اللي حصلت، هنلاقي إن المربعين دول دخلوا في بعض بقوا عاملين إيه؟ حد لاحظ حاجة؟ آه، المربعين البيض لما دخلوا في بعض بقوا عاملين مربعين سود، والمربعين السود لما دخلوا في بعض بقى مربعين بيض. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا برضه، هناخد السامبوكسات دي بدل ما هما في وش بعض، سامبوكسات اكس، المربعين البيض هنا هيخشوا في بعض هيبقوا لونهم اسود،
تمام، ودول هيخشوا في بعض يبقى لونهم ابيض. انهي شكل اللي بيعمل معايا الكلام ده؟ اللي هو الشكل رقم ايه؟ الشكل رقم بي. الشكل رقم بي هنا لما الابيض ده يخش في بعضه هيعمل اسود، ولما الاسود ده يخش في بعضه هيعمل ابيض. طبعا ايه غلط وسي غلط، ودي طبعا مش هي مش دي طبعا، لان ابيض مع ابيض بيديني ابيض، لا هو ابيض مع ابيض بيديني اسود، واسود مع اسود بيديني ابيض. يبقى الاجابه بي هي الاجابه الصح. ندخل على السؤال رقم 8، which figure complete the statement. طيب برضو نفس الكلام، نركز تمام وشوف ايه اللي بيحصل، لاني انا بناء على الحركه اللي بتحصل دي انا بحل الايه، بحل السؤال بتاعي. تمام، اللي عندي في السؤال هنا بيقول لي جايب لي هنا مستطيل، عفوا مربع ابيض، مربع اسود وجواه مربع ابيض صغير، وخطين سود وخط رفيع. وبعد كده راح عمل ايه؟ راح مشقلب لي المستطيل كله، خلى المربع اللي هنا ده اللي هو المربع ده بدل ما كان شمال فوق خلاه في اليمين تحت، بدل ان هو كان في الشمال فوق خلاه في الايه، في اليمين تحت. ف which figure complete the statement. احنا قلنا هنا المربع، نركز بقى السؤال سهل جدا، لان المربع كان شمال فوق بعد كده لقيناه هنا بقى في اليمين تحت، المستطيلين دول كانوا بالعرض بقى بالطول، ده كان في اليمين هنا بقى في الشمال. يبقى كل اللي حصل ايه؟ ان انت عكست اتجاهات كل شكل. نفس الكلام هنا، ده كان تعالى نطبق القاعدة على اللي تحت هنا، هناخد ايه عندي الاجابة هنا اهو، تعالى نبيضها نعملها في ورقة بيضة. انا هنبدأ بالخط، الخط هنا كان في الشمال هنخليه فين؟ في اليمين. الخط كان في الشمال هنخليه في اليمين، تمام. والخطين دول كانوا بالطول هنخليهم بالعرض، هنخليهم بالايه؟ بالعرض، تمام، خليهم بالايه؟ بالعرض. طيب وايه تاني؟ المربع ده كان عندي في اليمين فوق، اخليه فين؟ في الشمال تحت، اخليه في الشمال تحت. تعال نشوف الشكل اللي بيعمل لي اللي هو الشكل ده، هيبقى انهي اجابه؟ اللي هو هتبقى انهي اجابه؟ هتبقى اللي هي الاجابه بي. الاجابه بي هي الاجابه الايه اللي بتحقق لي النتيجه اللي انا عملتها دي. الاجابه بي هي اللي بتحقق لي الايه، النتيجه اللي احنا عملناها دي. ندخل على سؤال رقم 9، تمام، which figure برضو complete the statement. احنا لحد دلوقتي في نفس فكرة السؤال، ما دخلناش في حاجة جديدة. طيب which figure complete the statement، نركز برضو، هنلاقي ان المستطيل ده الاسود راح الناحية دي عند الايه، اتحرك ازاحة هنا عند الزاوية دي، والمربع الابيض اتحرك ازاحة كبيرة يعني اتحرك من البوزة للبوزة دي فراح هنا، والمربع الاسود ده نزل لتحت. هنعمل نفس الموضوع بالنسبة للشكل ده، نبدأ بقى كده برضو نيجي في ورقة نظيفة كده تمام، ونعمل نفس الايه، نفس اللي حصل تمام، هنعمل نفس الايه اللي حصل في يعني هنمشي بنفس التكرار او بنفس الخطوات اللي حصلت فوق هنعملها تحت. طيب تعالوا نشوف دلوقتي، انا عندي المربع الاسود ده اتحرك ازاحة تمام، كان في الشمال راح كده، يبقى انا عندي هنا هياخد هيمشي نفس ايه، عكس الاتجاه لو كان واقف ناحيته، يعني هنا كان في الحته في الشمال راح يمين، هنا يمين يروح شمال. يبقى المربع الاسود تمام، تعال نرسم وليكن مثلا هيروح شمال هنا كده، ده المربع الاسود حتى بايه، بازاحه ضلع، بازاحه ضلع. طيب المربع الابيض كان شمال راح يمين، ده نفس الكلام هنا اهو، هيتحرك ايه؟ هيتحرك كده ازاحه، لان مش هنا مفيش ازاحات تمام، فهو هيتحرك كده بمسافه ايه، ازاحه، اللي هو ضلع مقابل ضلعين تمام. فهيجي هنا المربع الابيض خلاص، والمربع الاسود زي ما كان فوق هنا نزل لتحت، هنا برضو زي ما هو هينزل لتحت، فهيجي هنا كده، هيجي هنا كده. لما نيجي نشوف الشكل ده اللي هو فيه مستطيل اسود هنا ومربع ابيض هنا وتحت منه مربع اسود صغير، هنلاقي ايه؟ ان الشكل اللي انا بتكلم فيه ده هو الشكل دي، الشكل دي، ولا A ولا B ولا C، الشكل دي هو اللي بيحقق لي الايه، الاجابه اللي انا بقول عليها. تاني انا كان ايه، انت بتطبق نفس القاعده اللي حصلت فوق، المربع كان الاسود هنا كان عند البوزه الضلع ده هنا، سوري يعني على موضوع البوزه ده، بس انا بحاول ابسط الموضوع لاتفه واقصى درجه ممكنه. فانا كان عندي المربع الاسود كان هنا اتحرك ازاحه، كان شمال بقى يمين، هنا برضو نفس الكلام كان يمين بقى شمال خلاص، المربع الاسود ده ينزل لتحت خلاص، متهيألي بقت سهله. انت حتى لو ما كملتش المربع الابيض، لو رخمت معاك، لو جيت انت حليت شكلين خلاص، فالسقف تقدر تستنتج الاجابه اللي هي دي طبعا، لاني ما فيش ابيض فوق من هنا تمام ولا اسود، فالموضوع واضح جدا، وضوح الشمس يعني، فالاجابه دي هي الاجابه. طيب
السؤال رقم 10 بيقول لي which figure complete the statement. تمام، ده سؤال هايف قوي. هو اللي عمله ايه؟ كان عندنا خطين هنا، راح مزود خطين كمان وحط المربع الاسود جواه. بس هنا نفس الكلام، هنروح مزودين خط ونحط مربع على الابيض، هنلاقي ان الاجابة سي هي الايه، هي الاجابة اللي احنا بتتكلم في اللي احنا بنقوله. طيب السؤال رقم 11 سؤال متخلف، وبدأنا بقى ندخل في الاسئلة اللي فيها عك شوية. يعني ايه؟ خلينا نركز شوية في الإجابة، لأن فعلا السؤال ده رخم شوية وفي ناس ممكن ما تستن يعني ما تستوعبوش. خلينا نفسر اللي هم الأشكال. هو بيقولك نفهم السؤال الأول، بيقولك إيه which figure is the odd out is the odd one out، يعني إيه الشكل اللي في الأربعة دول اللي ملوش لازمة وهنطيره بره، ملوش لازمة معانا. طيب تعالى نبدأ كده نلاحظ، مثلا نمسك الشكل ايه. احنا هنلاقي لو لاحظنا كده، هنفتش بعينينا، هنلاقي ان في مثلث هنا اهو، في مثلث هنا اهو، تمام، وفي مربع وفي مثلث كبير. حلو، يبقى في مربع وجنب منه مثلث. خلينا نركز على الشكلين دول، مربع وجنب منه مثلث. كانوا فين؟ كانوا فوق، هم في الاتجاه اللي فوق. بعد كده المربع والمثلث دول جم تحت، ادي المثلث اهو وجنب منه مربع. بعد كده المثلث والمربع جم على الشمال، بعد كده المثلث والمربع جم على اليمين. جه بعد كده في الشكل ايه، راح جايب لك مثلث ومربع فوق تاني. طب ايه لازمتها؟ طب ما انت جايبهم لي فوق، يبقى الشكل ايه هو اللي يطلع بره، ملوش اي 60 لازمه اصلا. طيب which figure is odd one out، رقم 12. طيب ايه هو اللي برضو الشكل اللي في الاشكال دي اللي هيطلع بره؟ تمام، جايب لك مربعين سود. تمام، جايب لك مربعين سود فوق، تمام، بعد كده مربعين سود جنب بعض هنا تحت، بعد كده مربعين سود من الجنب هنا، بعد كده مربعين سود من الجنب هنا، بعد كده مربعين سود من الجنب هنا. حلو قوي، ايه اللي لاحظناه؟ يعني لاحظنا ايه في الاشكال دي؟ بص، هو هنا جايب لك مربعين سود جنب بعض من فوق، بعد كده مربعين سود هنا تحت، يعني كانوا فوق، بعد كده بقى تحت، بعد كده بقى على اليمين، بعد كده على اليمين فوق، بعد كده ايه فين؟ على الشمال من فوق. طيب انا شايف من وجهة نظري، تمام، انه كده كده هو جاب المربعين اللي على اليمين دول، جابهم يمين تاني بس فوق في الشكل دي. طب ما انت ما جبتش اتجاه جديد، انت برضو جايبهم يمين بس بدل تحت خليتهم فوق، لكن ايه جايبهم فوق، بعد كده بي تحت، بعد كده سي يمين، بعد كده دي يمين برضو، لكن ايه شمال؟ ما جاتش شمال خالص. يبقى بالنسبه لي الاجابه دي هي الغلط، هي اللي ملهاش لازمه. يعني شوف، في ناس ممكن تقول لك ايه ده، هي كده معقوله الاجابه؟ يا عم هي دي الاجابه. ما انت اصلا مش لازم، انت مش شغال في مفاعل نووي، لازم تبقى الاجابه اللي هو ايه ده، لا لازم تمشي على خطوات. لا، انت ما بتحلش استاتيكا او ديناميكا، هي اي كيو كده. ممكن تبقى اجابه انت من وجهه نظرك شايفها ان هي مش دي الاجابه وهي دي، انت بتدور على حاجه تطلع بيها الاجابه، تطلع بيها الحل. لان انت لو جيت مثلا عديت دلوقتي عدد المربعات، هتلاقي ان ايه، ان المربعات كلها عددها واحد. هتيجي تعد عدد الالوان المربعات السوداء، هتلاقي نفس الكلام. فلازم تدور على معيار مختلف خالص ما يخطرش على البال. فهنلاقي ان معيار الاتجاه مع اللونين، مع المربعين اللي لازقين في بعض، ايه موجود، يعني حصل لكل الاتجاهات ما عدا دي قلت سي، بس بدل ما هو تحت خلاهم فوق. فبالنسبه لي دي هي الاجابه الايه، الغلط، او الاجابه اللي هي الصح، عفوا، يعني دي هي الاجابه اللي هو ايه الشكل اللي احنا هنطلعه بره، فدي هي الاجابه الصح. تمام. which figure is odd one out، رقم 13 برضو بيقول لي هنا ايه هو الشكل اللي انا هطلعه، او ايه الشكل اللي هيطلع من في الاشكال دي. تمام، نتفرج كده برضو ايه على شكل كده ونشوف. عندي مربع ابيض وايه، والشكل ده كان جالنا في الاول خالص لما حللناه شكل وبتاعه والكلام من ده. تمام، عندي مربع ابيض، تمام، وخط ومستطيل ابيض ومربع اسود. تمام، هنلاحظ ايه بقى، يعني ايه في الاشكال اللي عندي دول اللي هو فعلا لازم ان هو يطلع. هلاقي ان الاشكال اللي عندي اللي هو لازم ان هو يطلع الشكل بي. واحد يقول لي ليه، انا هقول لك ليه يا عم. انت هتلاقي في الشكل A والشكل C والشكل D والشكل E المربع الابيض
بيقابله مربع اسود، مربع ابيض بيقابله مربع اسود بالسامبوكسة كده، ما عدا الشكل بي المربع الاسود جنب المربع الابيض. هو ده الحل. اه يا عم هو ده الحل. ما انت لازم تلاقي حاجه مختلفه، انت بتطلع الاختلاف، المختلف هو ده اللي يطلع بره. دي فكره السؤال، المختلف هو ده اللي ايه اللي يطلع بره، او لو حاجه اتكررت هي دي برضو اللي تطلع بره. طيب السؤال رقم 14، which figure is odd when out؟ برضو لازم تلاقي حاجه متخلفه. هنلاقي عندنا ايه برضو الاشكال واحده، وكل واحد هنا مربع اسود مربع ابيض مربع اسود مربع ابيض، سهم اسود طالع منه بيبص على مربع اسود وفي ظهره مربع ابيض، نفس الكلام. مع احنا كده لاحظنا ان المربعات البيضاء والسوداء هي هي نفس العدد ونفس كل حاجه. نشوف معيار تاني بقى، هنلاقي ان السهم باصص على مربع ابيض وطالع منه في ظهره مربع اسود، باصص على مربع في ظهره مربع اسود، باصص على مربع ابيض وفي ظهره مربع اسود، باصص على مربع ابيض وفي ظهره مربع اسود. لاحظنا ان هو في كل في الاربع اشكال البي والسي والدي والاي بيبص على مربع ابيض وطالع وفي ظهره مربع اسود، ما عدا ايه العكس، بيبص على مربع اسود وفي ظهره مربع ابيض. عشان كده الاجابه ايه هي الصح. ندخل على السؤال رقم 15. هنا الاسئله دي برضو بتبقى بالنسبه للناس لما بتجيلها اللي هو فكره الاعواد الكبريت او سميها زي ما تسميها، بتلاقي ان الايه ان الموضوع بيبقى مأزم معاهم شويه. طب ولكن الحقيقه بصراحه هو ولا مأزم ولا حاجه، احنا هنلاقي ان الاجابه اتفه مما يمكن. انت لما تيجي تلاحظ كده هتلاقي في كل شكل كل دايره طالع منها عود كبريت، فرده بيضة وفرده سودة، فرده بيضة وفرده سودة، فرده بيضة وفرده سودة، فرده بيضة وفرده سودة. الشكل بي برضو نفس الكلام، فرده بيضة وفرده سودة، فرده بيضة وفرده سودة، فرده بيضة وفرده سودة. الشكل سي فرده بيضة وسودة، بيضة وسودة، بيضة وسودة. الشكل اي بيضة وسودة وبيضة وسودة. الشكل دي بيضة وبيضة، بيضة وبيضة، سودة وسودة، وسودة وسودة. خلاص انت احنا حليناها، اهو يبقى الاجابه رقم دي هي اللي تطلع بره. طيب which figure complete the series؟ الحقيقه هنا برضو النوع ده من الاسئله يعني احنا بنقعد ايه بنستشف في قواعد عشان نقدر ان احنا نوصل لاجابه الناس، واحنا بنعرضها الناس تبقى مقتنعه بيها، ما يبقاش بنقول كلام وخلاص يعني. فتعالى كده نشوف الاجابه الصح بالنسبه للايه للسؤال ده. هو هنا طبعا جايب لك برضو نفس الكلام، موضوع اللي هو الايه الاعواد الكبريت والكلام من ده. فاحنا هنحاول ان احنا نفهم اللعبه ماشيه ازاي. طيب هو هنا كان جايب لك ايه دايره فيها كلها اعواد كبريت بمربعات ابيض وفيها مربع اسود، كان هنا بعد كده راح هنا بعد كده ايه خد الاتنين مع بعض، بعد كده هنا كانوا المربع العودين الكبريت باصين على اليمين بعد كده باصين على الشمال، بعد كده اتنين مع بعض يمين والشمال خد الاتجاهين. تمام، يعني هو الفكره كلها ان هو بياخد الايه بيجمع الخطوتين دول مع بعض. نفس الكلام انت هنا، انت بتاخد ايه اللي بيحصل ان انت الخطوه الاولى والثانيه بتتجمع في الثالثه، يعني الخطوه الاولى يعني هنا دول كان هنا اتنين هنا واتنين هنا راح مجمعهم في الثالثه. نفس الكلام هنا، تاخد الثلاثه دول واللي بتقابلهم دي وبتجمعهم في خطوه. تمام، يعني هتجمعهم في خطوه واحده، يبقى انت لما تيجي تجمع الثلاثه دول وتخلي ده اللي هو اللون ده بيقابلهم هتلاقي ان الاجابه ايه سي هي اللي بتحقق الشكل ده. الاجابه سي هي اللي ايه هي اللي بتحقق الايه الاجابه دي، يعني هي اللي بتكمل السلسله بتاعتنا. طيب which figure complete the series؟ طيب النوع ده من الاسئله احنا برضو الفنا له قاعده، ما هو انت لازم كل حاجه تالف لها قاعده عشان خاطر تعرف تحل يعني السؤال بشكل منطقي. طيب احنا انا عملت قاعده كده بتقول اسود اسود واسود اسود اسود وابيض ابيض ابيض وابيض ابيض، يبقى اسود واسود اسود اسود وابيض ابيض اسود وابيض ابيض. تمام، نفس الكلام هنا، اسود واسود اسود نفعت اهي، اه نفعت، ابيض وابيض ابيض، اه اسود واسود اسود. طيب هنطبق نفس الكلام ده بالنسبه للمربعات اللي هم المربعين اللي قدام بعض دول عشان نوصل للنتيجه رقم 3. فتعالى كده في ورقه فاضيه ونعمل الايه القاعده الجميله دي. تمام، احنا قلنا عندنا اهو اسود وابيض، قلنا ايه القاعده هنا اهو اسود زائد ابيض بيساوي ايه اسود وابيض، قلنا ابيض واسود واسود
بأسود وأبيض زائد أبيض بيساوي أبيض. أنا مش عايز بس وقت الفيديو يطول بس عشان ننجز ونحل الناس الأسئلة كلها، عشان في ناس كتير جدا كانت بتدخل تقول لي كمل، فأنا إن شاء الله حاول ننجز عشان الناس كلها تستفيد والناس اللي عندها امتحانات تعرف تحل إن شاء الله. فإحنا هنبدأ نطبق القاعدة عشان نحاول إن إحنا ما نطولش أكتر من كده، لأن الفيديو تقريبا داخل في ساعة خلاص. فإحنا عندنا هنا أسود وأبيض هيبقى تمام، اسود وابيض هيبقى ابيض تمام، ابيض ابيض وابيض ابيض، اسود واسود قلنا ايه اسود. حلوة قوي. ناخد تاني حاجة، ابيض واسود قلنا ايه ابيض واسود ابيض تمام، و اسود وابيض قلنا ايه ابيض، وابيض وابيض ابيض. طيب حلو قوي، اسود وابيض ابيض، اسود واسود اسود، واسود واسود اسود، يبقى اسود اسود. تعال نشوف الشكل اللي هو فيه النتيجة دي، اللي هو تلاتة أبيض واتنين أبيض وجنب أسود وأسود أبيض أسود، هنلاقي إن الإجابة دي هي اللي بتدينا الإيه الشكل ده، يبقى 17 الحل بتاعها هي الإجابة إيه، هي الإجابة دي. تمام، ندخل على السؤال اللي بعده. سؤال رقم 18 بيقول لي إيه عفوا، which figure belong in neither group. السؤال ده الحقيقة في ناس بتبقى عندها مشاكل مع السؤال ده في الحل بتاعه، ما بتبقاش فاهمة السؤال اصلا بيقول لك ايه، وبيقول لك which figure belongs in neither group، يعني ايه في الاربع اشكال ده دول لا ينتمي للمجموعتين دول، لا ينتمي. عشان في ناس كانت بتدخل تعلق وتقول لي لا السؤال غلط، لا مش عارف ايه. يا جماعة انا ببقى مراجع قبل ما اطلع وسجل حلقة، ببقى حال الاسئلة دي، ببقى يعني ببقى كاتب كمان الحل، وببقى عارف انا بقول ايه عشان اقدر ان انا اوصل للناس المعلومة صح، والناس برضو تقدر عادي تدور على اجابة تانية لو هي مش مقتنعة باجابتي بس. فندخل هنا على السؤال، فهو بيقول لي ايه الشكل اللي لا ينتمي للمجموعتين. طيب تعالى بس الاول نلاحظ كده المجموعتين عندي هنا بيقولوا ايه. انا عندي في المجموعة دي ايه اللي بيميزها؟ عندي في كل شكل في معين ودايرة، معين اسود ودايرة، مثلا معين اسود مثلا وهلال، معين ودايرة. طب لاحظنا ايه، سيبك من الشكل، لاحظنا انه لازم يبقى فيه شكلين سود، شكلين سود في الجروب التاني شكل واحد ايا كان هو الشكل ده ايه، يبقى هنا في شكلين السود وشكل اسود، ادي كده خاصية او صفة. حلو قوي. الخاصية التانية ان في الشكل الجروب الاول في معين وفي الجروب التاني معين ومربع. طيب تعال نشوف ايه هما الشكل اللي الذي لا ينتمي تمام في المجموعتين دول. طيب يعني ايه الشكل اللي هو مش بتوفر فيه الصفات الموجودة في الجروبين دول؟ تعال نشوف الشكل ايه، الشكل ايه في معين اسود. طب ما احنا فوق قلنا ان في خاصية بتقولك ان هو شكل واحد ومعين، الصفة دي موجودة خلاص، يبقى مش ايه بشكل واحد ومربع. طب ما احنا اتكلمنا قلنا دي خاصية المتوفرة في جروب اتنين برضو شكل واحد من اللون، يعني شكل لونه اسود والشكل ده مربع، الخاصية دي موجودة. سي معين ودايرة، معين ودايرة. طب ما احنا لقينا ان في معين ودايرة هم في جروب ون، طب الشكل دي مربع ودايرة، مربع ودايرة، هل المربع جه مع الدايرة ومتلونين باسود؟ يعني الخاصية دي متوفرة في الجروب 1. طب الخاصية دي تعال نبص عليها في جروب 2، هل في مربع في لونين؟ في لونين. حلو، يبقى معيار اللون خلاص مش نافع، نشوف معيار تاني، معيار الشكل نفسه بقى. احنا مربع ومع دايرة، هل المربع جه مع دايرة؟ هو جه مع دايرة في جروب 2 بس هو الدايرة بيضة مش سودة، فنلاقي ان الاجابة الصح هي الاجابة رقم دي، هو الشكل الذي لا ينتمي للمجموعتين. ندخل في رقم 19 برضو نفس الكلام، ايه الشكل الذي لا ينتمي للمجموعتين؟ تمام خلاص احنا بنفنش جروب 1 وجروب 2 اهو،
عندنا ايه برضو، لاحظنا ان فيه مستطيل وبيقابله مربع، مربع اسود ومربع كبير ابيض بيقابله، مربع اسود ومستطيل، وبعد كده مربع وفي ايه دايرة، الجروب رقم 2 مستطيل بيقابله مربع ومربع اسود، هنا في حاجة زي شبه حرف الاتش، نفس الكلام، مربع وبيقابله مربع وجواهم مربع كبير، مستطيل بيقابله مربع وجواه دايرة. تمام، احنا هنلاحظ بالايه، بمجرد النظر كده ايه هو الشكل اللي لا ينتمي للمجموعتين، ايه الشكل اللي هو ايه احنا شايفينه كده بمجرد النظر ان هو لا ينتمي للمجموعتين. لو جينا بصينا على الشكل ده هنلاقي فيه اخوه فوق، اه الشكل ده هنا فوق اهو، شوف انا كنت هنا اهو في جروب 2. طيب جروب سي في منه، اه يعني في شبهه اللي هو هنا بس بعيدا عن الاتجاه، بس هو في شكل منه، دي في هنا هو موجود فوق اهو. بي بقى اللي هو الغريب خالص، يعني فين في بي، ما فيش اللي هو يعني هو في ده بس في مربع واحد، لكن يعني في الجروب 2 جايب لك مربع واحد، لكن في بي جايب لك مربعين ومربعين، لكن هنا مربعين ومربع واحد، فطبعا الإجابة بي مش موجودة في الجروبين، أو اللي هو الشكل ده مش موجود خالص في الجروبين، فالشكل بي هو الإجابة الصحيحة وهو الشكل الذي لا ينتمي للمجموعتين. هنا السؤال طبعا مختفي، هو برضو عايز يقول لك يعني ايه واتش فيجر ان ذا نيكست سيريز، يعني ايه الشكل اللي هيجي يعني اللي هيكمل السلسلة دي. طيب نركز كده بالراحة. تمام، ده طبعا سؤال رقم 20. طيب احنا قلنا في الاسئله اللي زي دي احنا بنمشي زي نظام الايه اللي هو الزجزاج، نظام الايه الزجزاج، كان 5 3 نشوف هتنفع ولا لا، 5 3 1، 5 3 1 هتبقى ايه 5، يبقى احنا لاحظنا ان هي ماشيه كده 5 3 1، 5 3 1 يبقى اللي عليها الدور ايه 5، يبقى الاجابه هي سي. ايه ده بالصورة دي؟ اه بالصورة دي. السؤال رقم 21 احنا بنقول 4 فوق بعد كده نفوت وبعد كده نجيب 4 تحت، بعد كده نفوت نجيبها فوق، بعد كده نفوت نجيبها ايه؟ تحت. خلاص يبقى هي الإجابة بي هي الإجابة الايه؟ الصح. يبقى الإجابة بي يا جماعة هي الايه؟ الإجابة الصح. تمام، السؤال 22 واتش فيجر كومبليت ده جرايد، ده اللي هو نظام بينجو، نظام بينجو. الاسئله دي الحقيقه سهله ما فيهاش اي حاجه، الناس ما اعرفش ليه بتتعقد منها، انت كل الفكره ان انت بتاخدها كمعطى من فوق بتكمل انت الشكل، يعني الموضوع بالنسبه لنا انا شايف ان هو سهل ما فيهوش اي حاجه. نركز بس في الايه، في الاربع اشكال دول اللي هو الخط ده والسامبوكسه والخط اللي بيقابله، يعني الخطين اللي بيقابلوا بعض والخط اللي هنا نفس الكلام، خط وبعد كده مثلث في مثلث في مثلث، او ايه اللي هو السيراميكا دي، سيراميكا خط هنا كده وخط هنا وخط هنا. طيب ننزل بقى على تحت، احنا عندنا اللي هم الاربع اشكال دول موجودين فوق هنا، هم موجودين ايه فوق هنا، هم ناقصهم بس الايه الشكل ده، يعني الشكلين اللي بيقابلوا بعض هم، والشكل التالت بتاعهم الرابع ده، يبقى احنا هناخد ده هنا نحطه هنا، ناخد ده نحطه هنا، تعالى نحلها هنا كده اهو، هناخد ده كده خلاص ماشي حطينا هنا، فضل شكلين دول. طب ما دول احنا هناخد ايه؟ هناخد اللي هو الشكل ده، هو ده اللي ايه، يبقى نفس الكلام احنا خلاص استنتجنا ده حطيناه في الاربعه اللي فوق، حلو قوي. هيبقى لسه فاضل شكلين، المثلثين اللي لازقين جنب بعض موجودين اهو، بيقابلهم التالت اهو، لان الرابع بتاعه موجود هنا اهو، تمام الرابع بتاعه موجود هنا اهو، فاحنا هناخد ده، هناخد الشكل ده، يبقى احنا هنا اهو هنرسم الرسمه هنا، هناخد ايه عفوا، هناخد اللي هو الخط اللي مايل كده اهو كده، هيبقى فاضل ايه، هو يعتبر احنا كده خلاص حليناها، يعني احنا لو جينا بصينا في الاجابات هنلاقي ان الشكل دي هو اللي بيحقق الرسمة اللي انا لسه راسمها على البنتر، اللي هي الرسمة دي، يعني الشكل اللي هيبقى متفضل اللي هو الايه، الشكل اللي هو المستطيل ده. تمام، فالاجابة دي هي الاجابة الصح، رقم 23 which figure complete the grid. نفس الموضوع برضو هنشوف هنا، انا عندي دايره ومربع وهلال معين، هنا دايره ومربع وهلال ناقصهم معين، يبقى ناقصهم ايه، اول حاجه هنا اهو المعين اللي ناقصهم، خلاص دي سهله اهي، سهله اهي. تمام، يبقى احنا فرضنا ان احنا هنا حطينا المعين، خلاص هنا هلال ومربع، هلال ومربع ناقص لهم ايه معين، يبقى المعين هيجي هنا. تمام،
عشان ليه هنجيب المعين هنا؟ لان الهلال جنب منه قدامه معين، يبقى الهلال بيبص على المعين، هيتفضل ايه تحت اللي هي الايه الدايره، يبقى معين ومعين ودايره. فين المعين والمعين والدايره؟ الاجابه اللي هي ايه؟ طيب السؤال اللي بعده، which figure is odd one out، السؤال رقم 24، ايه الشكل اللي هيطلع، او اللي هم في الاربع سلاسل دول، او في الاربع اشكال دول، او في الخمسه دول اللي هيطلع بره؟ طيب تعال نشوف هنا، 2 و2 2 و2 2 و2 2 و2 2 و2 تمام. هنلاحظ ان هم منتظمين، تمام، ادي 2 و2 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 نفس الكلام برضو في رقم سي، ادي عود كبريت واخد حرف الايه اللي هي الزاويه 90، الزاويه 90، الزاويه 90، الزاويه 90، اي 4 وفوشهم 2، 4 وفوشهم 2، 4 وفوشهم 2، ادي الاربعه وفوشهم 2، 4 وفوشهم 2. هنلاحظ ان هنا دول كانوا 2 و2، بعد كده 2 في حته و2 في حته، 2 قدام بعض زي بعض، 2 كل، هنلاقي ان دي مش منتظمه، يعني A و B و C و D و E الاربعه منتظمين، دي هي مش منتظمه، فدي هي الاجابه اللي ايه الاجابه الصح. اخر سؤال عندنا اللي هو which figure، وانا بعتذر طبعا ان الفيديو طول جدا، which figure is odd one out. هنلاحظ هنا ايه، ان انا عندي ادي مربع بنفس الاتجاه وقدامه مستطيل ابيض واسود، نفس الكلام، مربع قدامه مستطيل ابيض واسود، مربع قدامه مستطيل ابيض واسود، يبقى ثلاث مربعات بنفس الاتجاه وشكل فيهم اللي مختلف، باصص ناحيه تانية، يعني كلهم باصين من ناحيه الشمال، ده اللي باصص من ناحيه اليمين، نفس الكلام في الشكل رقم بي، مستطيل مربع اسود وتحت منه مستطيلين، باصص من ناحيه الشمال، شمال شمال، واحد يمين، يبقى ايه لغايه دلوقتي ماشيين ثلاثه وواحد مختلف. سي الأربعة زي بعض، مفيش مشكلة بالنسبة لنا، تمام. إيه نفس الكلام، تلات مربعات باصين من الإيه من الشمال، ما عدا إيه واحد مختلف، تمام. هنلاحظ إن إيه، إنه دي هي المختلفة، إيه دي هي المختلفة اللي فيهم. واحد يقول لي إشمعنى، طب ما أنت عندك سي زي بعض، سي الأربعة زي بعض، ما هو أنت يا إما تلاتة وواحد يا إما الأربعة زي بعض، لكن اتنين واتنين دي المختلفة شوية، تمام، 2 و2 دي اللي مختلفه شويه. لا وثواني كمان، ده سي، هنلاحظ ايه، هنلاحظ ان الشكل ده والشكل ده والشكل ده زي بعض ما عدا الشكل ده، يبقى انا يعني سوري يعني في الموضوع، هو انا في حاجه كده غلطت فيها، هو نفس الفكره بتاعت A و B و E، ان 3 و1 3 و1 ما عدا دي 2 و2، فدي هي اللي غلط. يبقى احنا لاحظنا ان المربع هنا ومربع هنا ومربع هنا كلهم باصين ناحيه الايه الشمال، ما عدا ده اللي باصص ناحيه اليمين. هنا نفس الكلام في بي، شمال شمال شمال، وده باصص اليمين، نفس الكلام هنا، المربعات كلها في الشكل سي، ادي مربع ومربع ومربع. هنلاحظ ايه، انه لو جينا دققنا كده هنلاقي ان برضو في تلات اشكال كلهم مستطيل بيقابله مستطيل، مستطيل بيقابله مستطيل، مستطيل بيقابله مستطيل، ما عدا ده المستطيل ده قدام عنده خلاص. فلو دققت فيها هتلاقي ان انا بقوله ده صح، ما عدا دي 2 و2، فالاجابه الصح هي دي. كده انا خلصت ال 25 سؤال بتوعي، وخلصت النهارده الحلقه بتاعت النهارده. انا اسف طبعا ان انا طولت، اتمنى ان انا ما اكونش ضايقت حد بان انا طولت عليكم يعني، واتمنى الناس تدعي لي، ما تنسنيش بدعوه، ولو الفيديو طبعا عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الناس كلها تتفرج وتتعلم وتفهم الموضوع الاي كيو ده، وياريت ناس تتابعني، وان شاء الله هنزل حلقتين تاني بي دي اف 3 وبي دي اف 4. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب، وشكرا للناس كلها اللي بتتابعني والناس اللي بتتفرج علينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.